كاينين شي بنيتات في مجتمعنا العربي بحال شي وريضه منوره، نهارهم كتزلق بهم رجليهم غير شويه، واذا هما ما عرفوش انهم يرجعوا للطريق الصحيح كيقدروا انهم يخرجوا على حياتهم كامله. وفاء هي مثال حي لهذا الوصف اللي عطيناه دابا، وانا متاكده باللي انه منها بزاف وسط مجتمعنا المغربي. ما تمشيو فين وبقاو باش تستافدوا من حلقه الليله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه كيف العاده. اذا كنتي جديده على القناه نقول لكم مرحبا بكم، اذا كنتي من اهل الدار الجمله الشهيره الدار دارك. اليوم غادي نعطيو النتيجه نتاع الجيف واي كيف ما وعدتكم. اليوم الاثنين غادي نعلن على الرابحتين. دابا غادي نعيط معكم على يوتشان دي بروداكت، علاش ولا شنو الدور ديالها؟ تو سامبلومون هو انه فاش انا غادي نعلن على دوك جوج رابحتين في داك التعليق اللي غادي يجي صبعي فيه وازاغ، هي غادي تمشي تحقق من انه هذوك جوج السيدات ولا البنيتات ابوناو لاباج ديالها قبل ما انهم يشوفوا هذا الفيديو باش تكون شفافيه في الامور. دونك غادي نعيطوا عليها دابا. الو الو، السلام عليكم. يو تريندي برودكت ولا غفران؟ المهم دابا انا غادي نشارك مع المتابعات التعاليق اللي غادي نشارجهم من الاول، وصبعي فاش ما غادي يجي كيف ما اتفقنا غادي تحققي لي انتيا من دوك الجوج الفائزتين واش انهم ابونا ولا لاباج قبل ما انهم يشوفوا الفيديو نتاع دابا، ياك؟ يلا انت بقاي معايا. اول حاجه بعدا شكرا بزاف الناس اللي دخلوا من عندك ولي شاركوا في الجيف واي، وصلوني بزاف ديال الميساجات اللي كيقولوا لي راه جينا مع اميمه، اللي تيقول لي راه ما كرهناش نربحوا. حنا صراحه ما كرهتش نربح كاع البنات، والله العظيم بالفرحات عليا، ولكن هذا هو قانون اللعبه، جوج ديال البنات اللي غادي يربحوا، وانت غادي تختاري لي جوج من لي كومونتير، وانا غادي نتحقق من ان هذوك جوج ديال الرابحات حققوا كاع الشروط ديال المسابقه، وان شاء الله غادي توصلوا بليلو ديالهم. صافي صامخ، هذا الشيء علاش اتفقنا مزيان. دابا انا تنحاول نرجع التعليق من البدايه من الاول باش صبعي يجي في جوج ديال الاسماء وصافي. انت غير بقاي معايا في لابيل. ها انتم كيف ما كتشوفوا البدايه، ها هو من البدايه ديال التعليق هي هذه. دونك غادي ندير معكم وازار، ما غاديش نكون تنشوف، وصبعي اللي جا فيه انا غادي نعلن على الفائزه الاولى. اسم جا غادي تكون كوثر بن حمد. انا غادي ندير كابتشور ايكرون ياك. غادي نصيفط لك الصوره ديالها. انت بارطاجي معايا لو كومونتير ديالها وانا غادي نتحقق من اكزاكتومون بارطاجات كاع بان حققت كاع الشروط. سولوني على كيفاش غادي نعرف بان راه هذيك لا بيرسون تابونات لي في انستغرام ولا لا. انا فاش غادي نشوف دابا الكومونتير ديالها غادي نكونتاكتيها، حيتاش غالبا ما تيكونش نفس السميه في اليوتيوب هي نفس السميه في الانستغرام. بون غادي نقلب دابور واش كاينه نفس السميه، ماشي كانت نفس السميه غادي نكونتاكتي كوميم هذيك لا بيرسون باش نسولها على شنو هو السميه ديالها في انستغرام، وانا غادي نقلب وقتاش تابونات ليا في انستغرام. دونك واش عاد تابونات ليا حتى كونتاكتيتها ولا كونتاكتي ولا تابونات ليا قبل. صافي سامخش، انا دابا غادي نعلن لك على الرابحه الثانيه. دونك هنا في خلينا في التعليق نعاود نطلع لانه كاين تعليق بزاف، نعطيو الفرصه لشخص اخر. جا صبعي على هذه اللي هي اكرام طالبي، قالت يا ربي نربح جيسبر. دونك انا غادي نصيفط لك الكونت. لا لا انا غادي نصيفط لك كابتشور اكران ديالها. دونك هما صيفطت ليها جوجات اللي ربحوا، هي غادي تكونتاكتا معكم وغادي تشوفكم واش انكم تابونيتو قبل ما درنا هاد الجيف واي، قبل ما درت هاد الاعلان، وان شاء الله خير. بالنسبه لشكون فيكم غادي تربح اش من تخوص، اللي جاوبتنا الاولى غادي تربح لا تخوص ديال الوجه ولا ياك غفران، واللي جاوبتنا الثانيه تاخذ لا تخوص الاخرى. اللي ما ربحوش ان شاء الله رباطو ديال المسابقات. اتفقنا انا وياك ان شاء الله باش نديروا ان شاء الله مازال بزاف ديال لي جيف واي، حيت عندنا بزاف ديال الناس اللي كيستحقوا. حتى انت كديري بزاف ديال، درتي صراحه واحد العروض اللي هما زوينين، شحال من واحد شهاهم وانا اولهم، فان شاء الله المرات الجايين نديروا احسن واحسن ان شاء الله. و الا ما جاتش في المسابقه راه كاين بزاف تاع لي بروموسيون، دابا راه دايرين بزاف تاع لي زوفر في لاباج، ومع من هنا لقدام باقيين جايين بزاف تاع لي بروموسيون هاد الشهر والشهر الجاي ان شاء الله. صافي شكرا.
وهكذا غادي نكون اعلنت على الرابحتين ان شاء الله. سمحوا لي الناس اللي ما قدروش يتوفقوا في هذا الجيفوين تاع هذه المره، ولكن كان وعدكم كل مره غادي ندير لكم مفاجات لانكم كيف تنقول لكم تستحقون. فعجبني انه كل مره انني نهديكم هدايا لانكم اوفياء كيف ما تنقول لكم لهذه القناه. فان شاء الله حد موفق للجميع في مسابقات اخرى. وشكرا بزاف على التعليق ديالكم، شكرا بزاف على كل شيء. وخلينا نقول لكم ما تعطلوش اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا وفاء كنشوف بزاف من القصص ديال البنات، واليوم بغيت حتى انا نخوي قلبي، حيتاش اللي غادي نقول لكم عمر شي حد ما عرف التفاصيل ديالو. فبغيت نشارككم قصتي باش البنات يوعاو ويفهموا، حيت هذا الشيء كثار عندنا بزاف، والسبب في الاصل ديالو تيكونوا هما الوالدين اذا ما كانوش واعيين او لا قادرين يعلموك او لا يوريوك. ما عرفش كيفاش غادي نبدا لكم، او لا عرفتي شنو غادي ندير بحال جميع صاحبات الحكايات. انا كبرت مع والديا، عندي خوتي، دوزت واحد الطفوله اللي هي عاديه ما بين اب اللي تيخدم سائق حافله اللي ديما بعيد علينا، والام ديالنا اللي هي اللي كانت حاضنه علينا وكتقاتل على قبلنا. ماما بالنسبه لينا اولا بالنسبه ليا وفي عينيها هي احسن ام في العالم. يعني ما كبرتش وانا عندي مشكل كبير من غير انهم كانوا كيتضاربوا وتيقوني. اذا قلت لكم بلي انه حتى كبرت عاد عرفت اولا فهمت بلي انه في الاصل المراه والراجل تيكون ما بيناتهم الحب والضحك. حيت انا كان عند بالي وعلى ما كبرت فيه بلي انه ما بين الطرفين غير صداع والمشاكل، انا عمرني ما شفت الاب ديالي مع النقمامه او لا العكس. فطبيعي انه عقلي غادي يكبر بهذه الطريقه، انه ما كاينش شي راجل تيعطي المراه الحب والحنان. كنت نخاف من ماما بزاف بالصرامه ديالها، وصلت لواحد المرحله ديال المراهقه، وكبزاف ديال البنات انا كنت ضحيه البنات اللي كانوا تيلعبوا بيا لانه كنت زوينه، ولكن ما كانتش عندي ثقه في نفسي وما كبرتش وانني كنسمعها. ما عمري سمعت مامتي وهي كتمشط ليا شعري زعما تقول لي شي نهار راه زوينه ولا عندك شي حد اولا عندك شي حد يضحك عليك. ما عمرهم قالوا لي بلي انا، ما عمرهم ما قالوا لي شي حاجه بحال هكا. لا امي لا با، كنعرف غير لا هذه حشومه وهذه حشومه. هادشي باش كبرت بقات غير الصيغه دابا بهذه الطريقه نتاع انني كنبغي نخرج مع البنات، كنمنك السوايع وما بقيتش نقرا مزيان كيف الاول، بقيت غير بهذه الطريقه حتى غادي تبدا القصه ديالي. بقات نعقل في السانكيام، ورغم انني كنت ذكيه وكنت القسم اللي طلعت ليه كننجح فيه، ورغم انني ما كنتش منتبهه للقرايه كنت ذكيه وظريفه في القسم وما كنديرش المشاكل. غير فاش تنقول البنات بمعنى اي وحده بغات تمشي تشوف الخليل ديالها كتجرني باش انني نمشي معاها. ولاحظت بلي انه لما كنت كنشوف كيفاش بابا كان تيعامل مع ماما انا ذاك، فانا لما تعرفت على واحد الشاب اللي كان ظريف وبغاني الزواج وقبلت انه تكون بيناتنا علاقه، لكن فاش شفت هو كيفاش كيهتم بيا وكيبغيني قلت ليه نتفارقوا، فهو بدا تيبكي وانا ما بغيتوش. تخيلوا معايا ما بغيش شي واحد كيتعامل معايا مزيان ببساطه، حيتاش كبرت في محيط ما دايرش بحال هكا، وكان عندي مفهوم غلط انا ذاك كانوا البنات كيديروا علاقات مع الدراري اللي عندهم مطر، وحتى انا كنت كنبغي انني نركب فيهم ونحيد الطابليه علما انه ماما قبيحه بمعنى صعيبه. المهم تعرفت على واحد الشاب اللي كان تيعجبني وكان كيدير علاقات بزاف لانه كان تيبان وهو الواعر، فحتى انا دخلت معاه في علاقه. اول مره بعدا غادي نتلاقى معاه تخيلوا ما كنت نقدر، ما قدرت نقول حتى شي حد لا في حياتي كامله، ما عرفتش علاش. اول مره تلاقيت معاه داني للدار وخليته باش انه يتقرب مني. انا بقيت مصدومه من بعد كيفاش خليته بحال انا ما تنسوى والو، ما عجبنيش الحال. صيفط ليه ميساج وقلت ليه انا ما غاديش نكمل معاك، بقى تيطلب فيا وانا ما شفتي مني والو، ما درت لك حتى شي حاجه. وليت من داك النوع اللي قبيحه شويه واللي يعجبني نلبس ونبان زوينه، ودارنا ما كانش في الاستطاعه ديالهم، فكنت كنخرج مع البنات مع شي واحد كبير اللي كنا نخرجوا معاه لشي قهوه ويشري لينا قهوه ويدور معانا فقط، ما كانش شي علاقه زعما فوق او لا اكثر من هذا الشيء. المهم فاش بقيت مع الشاب وغير تبعاه وقعوا علاقات اللي خلوني انني نشك باللي انني فقدت العذريه ديالي، مشيت عند الطبيبه وكدات ليا بلي انه البكره ديالي راه مشات، وقالت لي بصالح العباره ما تجيش تطلبي مني ورقه وانت كان عندك مع هذا الخليل محاولات ليه كثيره. قلتها ليه هو غادي يشدني وغادي يعنقني، وقال لي انا معاك وماشي مشكل لانه خاف، حيت قلت ليه انت هو السبب وانا متاكده بلي انا هو. فهاد المرحله غادي نسقط للمره الثانيه وكان خاصني نتطرد من المدرسه، فمشيت عند ماما
قلت لها راني بغيت نقرا تسمى مريض. هنا انا غادي نتعرف على واحد السيد اللي هو شويه كبير، فكان تيخلص لي المدرسه ديال هاد الشعبه وكان تيلبسني، فانا كان عندي العقل انا ذاك، واخا حتى حاجه ما مزيانه كون بقيت معاه حيت ما داير لي حتى شي مشكل في حياتي، كون كملت قرايتي وديك الساعه نخليه. باش نقنع ماما مسكينه كنت كنقول ليها بلي انه راني تنخدم مع واحد الشركه ديال الكوزميتيك وبلي فلوسها هما باش كنخلص ديك المدرسه، وبلي انا وبابا كيعطيني الفلوس نتاع الترونسبور، لكن اكيد لو كان عرفت الحقيقه عمرها ما ترضى عليا بها. في هذا الوقت واحد البنت كانت خارجه معايا على اساس انها صاحبتي بقات قانيه عليا، حتى تلاقيت مع واحد خينا حدا البحر من دوك اللي كنت كنتقهوى معاهم، صورتني معاه وهو تيضحك معايا وشاد ليا في يديا ودارت ليا فيديو، ومشات بصيفطاتو لذاك الشاب اللي كنت في علاقه معاه حيت كانت صاحبتها كتبغيه. تخيلوا معايا انا ما قدرتش نواجهها وخليت الامور غاده بحال هكاك، حتى غادي يهضروا معاها شي بنات بلي انها تمسحو وقالوا ليها غادي تسببي ليها في مشكل كبير، عاد مسحاتو. وهذه كانت اول ضربه جاتني من البنات انه البنت واخا متاديها ما كتعرفيها تقدر تحفر ليك. يا ريت كنت كنتعلم، ولكن انا والو، كنت خايفه غير باش انهم الهضره ما توصلش للوالدية، ما خفتش من امي اللي كانت كتقاسي مع با وكانت مسكينه كتمشي وكتخدم وكتضرب علينا الجفاف باش انها تخلص علينا الكرة، وبابا اللي كان تيجي مره اذا كان خدام، اما اذا ما خدامش ما تيجيش. ولكن صراحه هو عمره ما قهرني ولا ضربني، كاع ما مسوق كاع ما عارفه شنو واقع. المهم بقيت في علاقه مع داك الشاب الاول، ورغم دوك البسالات اللي كنت كندير من موراه ولا معاه بقى كنعقل. واحد النهار قلت لامي مسير عندي ستاج بالليل، فمشيت شريت واحد السروال وتريكو وبطالون باش انني نسهر معاه في واحد البلاصه. انا في ديك الفتره ما كنتش كنشوف راسي زوينه ولا واعره، ولكن غير دخلت معاه لذاك المكان الفاسد من داك الباب ديال داك العالم كاع الرجال بقاو كيشوفوا فيا، وليت كنخرج معاه كنسهر معاه كندوز معاه الليالي، وماما مسكينه سطيتها حيت غادي تثق ليا بخبار غادي تعرف الحقيقه ديال علاقتي به، حيت كنت كنتعطل وكنت ما كنفرقش التليفون ديالي. وصلت معاه في واحد الهوس اللي هو عجيب، اذا قال لي نتفارقوا تمدا شاد التليفون نهار كامل نهار وما طال، وبقى كندوي معاه. كنت مع انسان اللي هو ماشي طبيعي، ولكن ما كانش يهمني، المهم انني نكون معاه، لدرجه انه مامتي مسكينه كانت كتسد عليا باب الدار بالساروت، وكنت كنضرب داك القفل حتى كنحل وكنخرج. وكانت هي مسكينه خدامه، كانت كتمشي كتدق عليه وتقول لي عطيتي ساعه لبنتي، كان يقول لي لا ما غاديش نبعد منها. عرفتوا فاش كنتفكر هاد التفاصيل وفاش كانت كتجرني في الزنقه وتجيبني للدار، الله شحال تيأزمني الامر. باقا كنعقل على واحد النهار بست لي يدي وحكات لي السر نتاع واحد خالتي، وقالت لي شوفي راه غادي يطرى لك شي مشكل وغادي يضحك عليك، ولكن انا كانوا عيني مغمضين بقات فيا امي، ولكن انا كنت مريضه به، كنت مريضه انني نبقى معاه ما عرفتش علاش. كل مره كنت انا كندور معاه ب 500 600 درهم، كان عندي ايفون اللي جابوا ليا داك الراجل الكبير نضبعوا ليا وخذا فلوسي، وكان تيضربني في الزنقه. انا فاش كنت كندوز معاه شي ليله ماما مسكينه كانت كتجي كتضرب علينا الباب بحال شي مهووسه، حمقتها معايا ما خلات ما دارت، ما بقاش فيا شنو درت معاه ولا شنو دار ليا، قد ما بقى فيا شنو انا كنت كندير لماما اللي لدابا ما قداش انا ينسى هادشي كله. المهم داكشي غادي يستمر لسنوات، وهو غادي يخرجني من قرايتي ديال التمريض، قال لي ما غاديش تكملي. خرجت وكل نهار كنت كنمشي لعندو، وكنت نقول لدارنا بلي انه راني تنقرا، وهو كان تيخرج مع البنات وانا تنسكت وكنصبر عادي انا باغاه باللي كان. مو فاش كتشوفني كتقول لي واغي صبري معاها بنيتي وفاء، حيت هي كانت باغا اي واحد يشد ليها ولدها حيت كان مدمن على شي مخدر، وكنت انا صابره عليه لدرجه انه كان تيبزز عليا نشاركه في المبيقات ديالو، وكنت نرفض حتى لواحد المره. قبلت ودخلت للمرحاض وزيت كنبكي وكنضرب في راسي بحال شي مسطيه، شنو هذا المستوى اللي وصلت ليه. واحد المره زرق ليا عيني ومشيت عند ماما، شافتني بديك الحاله فكانت غدا ليه ما خليتهاش، كذبت عليها وقلت ليها راه غير شي واحد اللي تعرض ليا وبغى يسرق ليا تليفوني، كنت كنبغي الشر لراسي ولاي واحد الا هو اللي كان مصرف فيا الشر. انا كنت كنستغل الوقيته في الغياب ديالو ونمشي مع شي بنت كتدبر عليا باش انا نتلاقى بشي شخص واحد اخر، حيت دابا ما بقى عندي ما نخسر. المهم جات كورونا، ماما جلساتني، هو جاه مرض السل وكل شيء تخلى عليه، لكن انا كنت كنمشي من دارنا حتى لعندو على رجلي 20 دقيقه، وكنجلس نطيب ليه ونحط ليه الماكله قدام الباب، والله العظيم تبقى جالسه في الصالون اذا احتاج شي حاجه نجيبها ليه. تخيلوا لمده 3 شهور
كان غادي يموت، وكانت مو خدامة، وبا كان ميت، أنا اللي وقفت على رجليه. فاش وقفت قالت لي مو تزوج بها، واجا قالها ليا، لكن حيت ماما مسكينة ما بقاتش قادة وكتشوفني غير في وسط الحرام والفساد، قالت خليها تزوج لعل وعسى تهدن، وتزوجت به. دازت يومين بالحساب، ما عرف شنو كان كيدير في تليفوني، حتى تلقاني دايره كومونتير لواحد المغني، هو كان تعيني في السلسله ديالي ديال الذهب اللي كانت فيها سميتي باش انه يمشي يشري المخدرات. حيت هنا فين غادي نعرف بلي انه من غير الكوكايين اللي كان تيدير كان كيتقرقب، لدرجه انه واحد النهار حصلته عنده وما بغاش يجيني نعاس حيت خفت اللي يدير فيا شي كارثه. مع كان مريض ومعقدين والبنات وكيضحك عليهم مع بزاف ديال الحوايج اللي كان كيديرهم فيهم. امه الكارثه كانت عارفه هادشي كله وما عمرها ما حبساته ولا حاسباته. فاش كان تيضربني كانت تقول لي غير صبري عليه بسببي انا رجعت ليه صحته. فبدا كيضربني وكيحيد لي ديك السنسله، وكل مره كان تياخذ لي حاجه. اتفقنا من بعد بلي انه نهار غادي يخرج يخدم حتى انا غادي نخرج نخدم. فمن بعد ما عيطوا عليه مشيت انا خرج باش نقاد واحد السيفي، وديك الساعه كنت علمته. صباح نضت نمشي نجيبه ونجيب معايا الخبز قبل ما يخرج لخدمته اللي كان غادي يلاه يبداها. واخا هادشي كامل اللي كنعاود لكم دابا راه كنت كنتسطى عليه، ما يمكنش ندير شي حاجه من موراه من بعد ما ولا راجلي، كان هذا الامر مستحيل. فهو غادي يجي يلحق عليا للسيبر حيت شي واحد وصل لي الخبر وعطاني قتله ديال العصا، زرق لي عيني. وهنا حسيت بلي انه ما تليتش باغاه انسان اللي هو مريض وعمري انني ندير معاه شي حاجه. مشيت عند ماما، هو بدا جا كيطلب فيا، خرجتني لعنده وداتني ليه وقالت لي رجعتها لك غير حيت عرفتك باغيها. هو غادي ينقز وغادي يقول لي انا غادي نسد عليك الباب بالساروت. ماما قويه قالت لي والله تسد عليها بالساروت حتى نجي نحرق لك الدار كامله. ورغم هادشي كله ماما كانت شديده وانا ما كنتش عارفه، ويا ريت كنت تبعتها كوراني دابا واصله. المهم رجعت لعنده وقتلني عصا داك النهار ودخلني للبيت وتعدى عليا، ومن بعد قال لي خرجي عليا، بغى ينتقم مني حيت عجبت ليه ماما الشديده عليه وما تقبلهاش، حيت من بعد غادي نعرف بلي انه عنده عقده من المراه القويه. غادي نمشي نعس في الصالون مع امو. صباح لبست حويجاتي ومشيت دفع الدعوه الطلاق مع السيرتيفيكا بلي انه ضربني، وخرجت كنقلب على خدمه. هو جا عندي، تخيلوا ضربت في مامتي وفي كل شيء، وغادي يرجعني لدارهم باش انه يطلب مني السماحه، وضعفت وسلمت ليه راسي. لكن عرفت بلي انه بالعاني دار لي هذه الخطه حيتاش كان باغي السيرتيفيكا اللي دفعت للمحاميه. قال لي انا ما غاديش نطلقك دابا حتى يكونوا عندي الفلوس، ايوا دابا سيري في حالك وجمعي حوايجك. لقيت خدمه وليت كنمشي ليها، وبدا كيتلقى ليا. حتى لواحد النهار شافت امي تابعني وغادي تدافع عليا، شرقت ليه التريكو ديالو وقالت ليه والله ما تبعد ليا من بنتي حتى ندير فيك اليوم شي كارثه. من داك النهار بعد عليا وما بقيتش شفته. ولكن المصيبه هو انه هنا غادي نلقى راسي بلي انني حملت من اخر علاقه قبل الطلاق به. فاش كان عند بالي بلي انا بغى يديني باش يصالحني، لكن دارها ليا خطه حتى خدا ديك السيرتيفيكا اللي دفعت به. قلت ليه شنو كاين، وهنا قال لي باش نطلقوا طلاق اتفاقي ونمشي نحيد ليه في كرشي، انا غادي ناخذ فلوس من الكونط ديال خويا وغادي نمشي نحيدو. كنت ضد لكن هو دفعني انني نحيدو حيت ما بغيت حتى شي علاقه تربطني به. رجعني في الموتور وانا كلي كنزف، خرجت لخدمتي باش نرجع فلوس لخويا. المهم دات محاميه بزباله ديال الفلوس وانا اللي خلصتها باش انه طلقنا في الاخير. غنكتشف بلي انه دير ليا واحد لابليكاسيون في التليفون باش يشد عليا شي حاجه ويدخلني للحبس، لكن ما قدر يلقى عليا والو. المهم انا طلقت منه ورجعت لعند ماما اللي رحبات بيا، وبابا قال لي نضحك عليك وبقى تيسب فيا. مع كنت واش ما سميتو في يدي نتسخنت واحد المعلقه وحطيت عليها، وصلت لدرجه الحريق 3 دوغري. اقسم بالله ما عمرني اقسم بالله ما حسيت بالالم. ماما كتعاجها ليا وتنقيها ليا، وانا والو ما كان حش وما كان غوتش، مع حدا كتحيد لي ديك الجلده وانا كنتنفس. دابا غير اذا تحرقت بشي حاجه اللي هي بسيطه كانت توعد. انا ذاك بكثره العافيه اللي كانت شاعله في قلبي ما كنت كنحس بوالو. المهم ديتها في خدمتي، ولكن داك الباترون كنت كنعجبو وبدا كيتحرش بيا. انا بقيت ساكته لانه كنت محتاجه نخدم حيتاش كان خاصني نرجع الكريدي لخويا. البنت اللي معايا واخا مزوجه شافتو كيف كيتصرف معايا غارت منه ومشات قالتها لبا وغادي نخرج من الخدمه. هنا فين خرجت وبديت نطلب الله ونصلي يا ربي ما تجيش شي حاجه تهرسني لانه كنت غادا نتسطى. ديك الوقيته سبحان الله كنت كنفرح فوقاش غير يوصل وقت الاذان باش نصلي، لانه جاني اكتئاب خايب حيت جهدت وبديت كنلوم في راسي. ولكن متاكده بلي انا وسيدي ربي حطنا في داك الموقف حيت داك الموقف هو اللي كان خاصني باش انني نبعد عليه. ما بقاش في راسي، لكن
سيدي ربي بقيت فيه، وكان عندي احساس قوي ديال هذا الامر، حيت كون ما كانش هاد الضربه كنت غادي نموت لانه درت محاوله انتحار من قبل بالفنيد. المهم بقيت كنبكي على جدتي وهي تقول لي اجي قلبي على خدمه هنايا وبداي اي حاجه. ما نكذبش عليكم شهرين ما بقيتش كنشوف الضو، وتاكدت باللي انه الراجل مستحيل نثق فيه وتعقدت منهم كاملهم. هنا قررت باش انه نمشي عند جدتي في المدينه فين كنسكن، وهنا فين غادي نخرج للطريق العوجه رسميا. بديت كنقلب على خدمه ما لقيتهاش، وليت كنمشي لواحد القهوه فيها الخليجيين. النهار الاول تضحك عليا لما غادي نطلع مع واحد في الطوموبيله ديالو غادي يخلصني النهار الاول، حتى ثبتني. النهار الثاني الثالث الرابع ما عطاني والو، بلوكاني. من بعد غادي نتعرف على بنات اللي وروني انني ناخذ الفلوس من الاول. عاد ديك الساعه نبدا خدمتي وبديت كنجمع، كنت نجمع وما بقيتش كنحمل نسمع شي حاجه سميتها مغربي. كنت كنخرج مع واحد كنتخلص وكنجمعها. اول حاجه درتها هي رجعت لخويا فلوسه. استمريت في الخروج ديالي وكانوا تيطراو ليا مواقف ربي تيحفظني فيهم. كنت عاطيه اتساع للادمان، ورغم انه صحاباتي كاملهم مدمنين. في مده 10 شهور جمعت مبلغ ما بيهش، واخا راه الفلوس ديال الحرام. المهم خرجت باش نقلب على الدار ودفعت فيها. بديت كنصيفط لدارنا كنجمع شويه حتى غادي نتعرف مع واحد الخليجي صغير عليا بعامين. كنت كنسهر معاه وكان تيخلصني. هو رجع في حاله، انا مشيت عند صاحبتي للدوله فين هو ساكن. تلقى ليا وشرى ليا تليفون وعرض عليا الزواج، لكن انا ما تليتش. كان تيقول الهدف ديالي اللي جاي عليه اولا جاي على قبله، وهو انا نجمع فلوس. مع كنت دايره الفيزا تاع 3 شهور تسالات ليا ورجعت للمغرب. ماما انا داك كانت مريضه فاضطريت انا نجلس معها لمده شهرين، وحيت كانت كتطلق من با فمشيت خرجتها ورهنت ليها في واحد البلاصه. فرشت ليها الدار كيف ما هي بغات، ودخلت خويا يقرا في المدرسه ديال الفلوس. واخا هادشي كله كان غير بالحرام. رجعت من جديد للخليج وكنت كملت في خدمتي ديال الفساد الله يسمح ليا، وكنلقى بالبنات اللي كيسحروا كيديروا قبول باش انهم يجيبوا عندهم الكليان، لكن انا مستحيل ندير هذا الشيء. حيت كنقول انا عاصي الله لكن مستحيل انني نكفر به. من بعد غادي نمرض وغادي نمشي عند الطبيب اللي غادي يلقاه لانه عندي ميكروب اللي انتقل ليا من هذا العالم اللي دخلت فيه ديال الفساد. بديت كنطلب الله انه يحفظني من شي كارثه، وبديت كندوي فيه حتى صحيت واحد شويه. داك الخليجي اللي اصر انه يتزوج بيا فاش وافقت عليه، ديك الدوله اللي هو ساكن فيها رفضت ليه لانه صغر مني. غادي نحمل منه المره الثانيه، وهنا غادي نقطع تيكال المغرب باش انني نمشي نجهض. وجيت في حالي غادي يتبعني. انا خفت انني نخلي هذا الجنين لانه ما عندي حتى شي ورقه كتجمعني باباه، لانه الدوله رافضه لينا الزواج. خفت من دارنا ومن الشوها فما تقبلتش انني نولد بلا زواج. داكشي باش تبعني باش انه يواسيني ويبقى معايا. فحيدته هو كان عنده غير 20 يوم في كرشي الله يسمح ليا. من بعد هادشي كله من بعد شله تفاصيل، انا اليوم ما تنحش براسي مزيان وباقا في هاد الطريق، ولكن فقدت طعم الحياه. كنصلي وكنفسد وكنحس راسي بلي انني انسانه ماشي مزيانه، وبلي عمرني نقدر نشم ريحه الجنه. هذه هي ضريبه الحرام والفساد اللي فيها كتخسر راسك هو الاول. انا اليوم باقا تنصرف على خوتي وعلى امي. مهمتي اللي عند بالها بلي انا خدامه في قهوه هنا في الخليج، لانه اذا سمعت الحقيقه مستحيل انها ترضى عليها ولا توافق باش انها تشد مني الدرهم، واخا تعرف تاكل الخبز والماء. امي انسانه اللي عمرها فسدات ولا كذبات ولا سرقات. لدابا هي باقا خدامه في الميناج وكتقول ليا ما تصيفطش ليا، غير جمعي يا بنتي باش دير مستقبلك. اخر مره رجعت للمغرب شريت ارض على قد الحال. من بعد هاد الانجازات كلها اللي غير بالحرام، انا اليوم ما فرحاناش. كنلبس وكنشري احسن الحوايج، عندي كاع الروايح، عندي كاع السكان اللي يجيو على بالكم، ولكن انا ما فرحاناش. ساكنه بوحدي في دار كبيره، ولكن انا ما حساش انني عايشه. ديما مآمنه بلي انه جاي واحد النهار اللي غادي ندفع فيه واحد الثمن غالي على هاد الطريق وهاد الاخطاء اللي كندير دوت في حياتي. باقي عندي واحد البركه ديال الفلوس اللي عليها تنقول صافي ندخل في حالي، نمشي لدارنا وندير شي مشروع، لكن مازال ما عرفتش. انا جالسه بوحدي هنا في داري هنا في الغربه بعيده على الصداع، ولكن ما مرتاحاش في حياتي ابدا. من خلال حكايتي اشنو بغيت نقول لكم؟ والبنات ما يتغروش بالسوشيال ميديا وما تشوفش شي وحده تخرج ولا شي حاجه تعرف انها كتدفع الضريبه كبيره كبيره اهم من شحال من حتى شي حاجه ما كتسوى صحتك ونفسيتك وشخصيتك حتى شي حاجه. وتبعوا كلام والديكم وقراو، حتى الا ما قريتيش تكون عندك واحد الصنعه، شي حاجه اللي حتى الا غلطتي كتقولي عندي واحد الحاجه صحيحه غادي نرجع ليها، لانه ضروري غادي يجي واحد النهار وغادي تندمي. والصلاه و...
واخا تكوني ما عرفتي شنو كديري واخا تكوني ما عرفتي شنو كديري ما تحاوليش تبعدي على الله، حيت شي لقطعتي داك الخيط اللي ما بينك وما بين الله كتولي كديري شي حوايج اللي خايبين بزاف. انا قصتي خايبه بزاف خايبه بزاف، وما يغركمش البنات ديال السوشيال ميديا ابدا ما يغركمش، لانهم الا الاولى البنات اللي كيخرجوا للطريق، لانه كتدفع الضريبه ديالها كبيره بزاف لا بالنسبه لدوك الفلوس ولا بالنسبه لحتى شي حاجه، لان الشخصيه والكرامه ديالك كبر من شحال من حاجه. من بعد كتعرفي هذا الشيء، واللي كدير شي علاقه اللي كنقول انها تحبس منها اه، ولكن حتى اللي ما قدرش الله يجعله يكون كيف ما كان مغربي ولا بغى يكون. البنات كاينين الامراض، ما تقوليش انا غادي ما تخافيش من الحماله، تخافوا من الامراض البنات. كنشوف بنات، لانني انا في هذا الطريق انا الحمد لله ما عندي حتى شي، ولكن كنشوف بنات بزاف جواهم امراض. اما تقوليش كاينه غير السيده، راه كاين اكثر من 45 مرض جنسي. حدي وراتكم واخا تقولي مغربي، ديما ردوا البال البنات، خافوا حتى الا انا كنقول لك ما تخافيش بزاف ديال الحوايج، خافي من الامراض. ما تقوليش لا هذا صاحبي ولا شي حاجه، الا ما كايناش فيه الثقه. دام دار معاك علاقه غير شرعيه انت دارها مع الف وحده، انك انت ماشي مراته ولا حتى شي حاجه. اللي كنوصي ان البنات يحضيو راسهم من الامراض، هذه ما شفت حتى شي وحده زعما بالكاسات اللي سمعت دوات على حضيو راسكم من الامراض بزاف. هذه كانت حكاية وفاء يا سادة الكرام، عذروني إذا كثرت عليكم بهذه المواضيع ديال الحرام والفساد والعلاقات، لربما العنوان كيتشابه كل مرة، لكن الموضوع أو التفاصيل نتاع كل حكاية مختلف تماما على اللي قبل منها. كنبغي نغير لكن للأسف كالقبل، لأنه حاضر كل أنثى كتكون هي سبب فيه تربيتها أو لصحاباتها أو لا. راكم عارفين في حلقتنا اليوم شفتوا الام شحال تخبطات وتقاتلات، لكن الاب ما كاينش هنا، كاين الاسم ولكن الدور منعدم. البنت وصلت لمرحله الثوران، يعني ما تقدريش تشديها اذا ما زيرهاش با بطريقه اللي هي ذكيه. اللي غادي نقول اليوم الوفاء، واللي هي ايه من الجمال، بعد ما صيفطات لي صورتها وتصدمت فيها وسبحان الله منوره، ورغم هاد الاخطاء كلها انا تنقول لك ربي مازال عطيك فرصه واحده اخرى في هذه الدنيا باش انك تتوبي. ربي مازال ساترك لانه مازال باغي يعطيك فرصه واحده اخرى واحده اخرى باش انك ترجعي ليه وتقي بابه. حبسي من هذا الطريق. غدا سنسال على الشباب ديالنا فين فنيناه، شنو غادي نقولوا لمولانا، شنو غادي نقول سيدي ربي. يا اما حاولي انك تلقاي شي خدمه شريفه عفيفه في ديك البلاد، يا اما انك ترجعي عند ميمتك، حلي ولو غير كراج ديال المسمن وجيبي فيه شي بنيته باغا تخدم، وبدي تكبر المشروع بالحلال على انك تبقاي في الطريق اللي غادي تخسرك نفسك ودينك ودنياك. انت ادرى واعلم حسن مني، لكن غير حاولي انك تحبسي، لانك العواقب راك بديتي كتشوفيهم من دابا. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تخليو تعاليق لصاحبه الحكايه، انكم شي تقنعوها ولكن دعيو معها بالهدايه، ولان باغا تحبس ولكن مازال ما بداتش الخطوه باش انها تحبس. فدمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله. مبروك للرابحتين، عقبال لكم ان شاء الله، وسلام سلام.